مسألة خطبة العيد هذه عند جماهير علماء المذاهب الأربعة هي خطبتان كخطبة الجمعة، ولا أعرف الآن نصا يعني واضحا صريحا في أن خطبة العيد خطبة واحدة. هم ربما يعني بعض يعني قول، يعني لا أعرف، ممكن قلة ممن يقول به، يعني الذين قالوا خطبة واحدة ربما قالوا افتقر الأمر إلى التنصيص على أن خطبة العيد خطبتان، ولكن يكفي في ذلك أنه خطب بهم كالجمعة يعني. فهذا التشبيه يعني يدخل فيه، وعمل جماهير العلماء على مر العصور هو الخطبة يعني خطبتين فيما نعلم، وهذا الذي نجيب به ونفتي به، وهو قول جماهير يعني أهل المذاهب الأربعة أن خطبة العيد خطبتان كخطبة الجمعة. بارك الله فيكم. تعالى.